ولكن يعني اختلاف نوعا ما بالنسبة للمرأة. يعني عمل المرأة الآن إذا الرجل يعمى صباحا ورجع الساعة 3:30 وطلعت المرأة الساعة 7، خلينا نأخذ من جانب آخر وطلعت 7 المرأة وتعمل لمتى على 7، يمكن للساعة 3 الصبح، العائلة هني بلا شك أنها بتتشتت، الأولاد بيضيعون، ما حد معهم في البيت. فالآن ذاك الزوج طبعا للساعة يمكن 3 بعض الأعمال أو للساعة 4، وهي بعد بتطلع لك 7، يعني منهم في البيت بار الاولاد. هذه امر جدا مهم. احنا الان ننظر نظره الاخرى، طبعا مثل هذه النظره الاولى بالنسبه لي هناك بتحدد بعض المشاكل بالنسبه للزوج والزوجه، يعني حتى التقائهم بعضهم بعض بعد في مشكله. يعني ما اعرف انا شلون، يعني اذا كانت هذا الشيء اذا كان المرسوم، يعني كان المرسوم ياخذ بهذه الطريقه، انا اتوقع ان تحدث شويه فجوه ما بين الرجل والمراه. انا افضل بنت سعادة وزير العمل يراجع هذا الموضوع، يعني ما عليه بس ما نجبرها 100%، يعني صاحب العمل بيجبرها، ترى بيجبرها إذا هو يحتاج لها بيجبرها 100%. بعض الفنادق للصبح، بعض الفنادق للصبح على الرئيس، فهذه صعوبة نوعا ما. فأنا أفضل أن يتم مراجعة الأمانة، ما نبي نغير في الموضوع، لكن إذا كان في إمكانية طبعا سعادة الوزير العمل ينظر لهذه الحالة الاجتماعية للزوج والزوج والأولاد.